بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. يسعدني يا أبي وأخوتي الأحباء أني أهنئكم ببدء الصوم الكبير. إن شاء الله الصوم الكبير هبتدي من يوم الاثنين، وزي ما أنتوا عارفين أن الصوم ده فترة الربيع الروحي اللي كل واحد فينا مفروض أنه يقعد مع نفسه ويرجع ويشوف بيعمل إيه لروحه. احنا مش مجرد اجساد، احنا عندنا عنصر الهام فينا الخالد هو الروح، والروح الجسد الحقيقه كبس عليها، والصوم هو الوسيله اللي بتخلي الجسد يخف علشان الروح تبتدي تتقوى. بس الحقيقه علشان نستفيد لازم نعرف ان في شقين لازم يمشوا مع بعض. الشق الاولاني هو الصوم، وده اللي هو فيه اخضاع الجسد اللي بولس الرسول وصل فيه للدرجة اللي قال فيها أقمع جسدي وأستعبده، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد. فحتة الفصال في الصوم هي نوع من إطلاق العنان للجسد وإضعاف للروح. فدي ده المبدأ الأولاني اللي عايزين نتفق عليه. فالصوم هو فترة مهمة جدا، ولكن لما عدو الخير بيلاقيك مصر أن أنت تصوم بيقول لك كويس كل فول وكل عدس وكل بصارة واعمل الحاجة المشكلة دي والحاجة الطعمة دي، ونقعد نتبادل كتب الأكل الصيامي علشان تتحول الفترة، لأن احنا بقينا زي الكوجراتس أو زي الهندوس وأي ناس اللي هي vegan people اللي ما بيأكلوش لحوم. ولكن كل ده مجرد نوع من التعامل مع الجسد. لن تستفيد من الصوم إن لم تقوي روحك. الصوم المقبول هو الصوم الذي يظهر الله فيه في حياتك بقوة. أشعياء 58 اتكلم على الصوم المقبول بطريقة جميلة جدا. فك عقد النير والإنسان يفتح قلبه قدام ربنا ويكسر خبزه للجائع والكلام الحلو ده كله. لكن أنا عايز أحط قدامي إن أنا لازم يكون قدامي هدف. أعتبر الصوم ده كأن أنا واخد كورس في حتة. الكورس ده 6 أسابيع، وأنا بعد 6 أسابيع دول ولا 7 أسابيع دولت أنا هتخرج. علشان كده النهاردة عايز أتكلم معاكم في مفاهيم عامة بسيطة في الصوم، لكن عايز أتكلم معاكم أكتر في تدريب في الصوم، علشان يبقى اللي احنا بنعمله في فترة الصوم له قياس. أقدر أقول إن أنا ده الهدف بتاعي، وكل أسبوع أراجع نفسي أشوف أنا وصلت لإيه في الهدف دوت. في البداية أحب أقول إن إذا كان المفهوم الأولاني اللي قلته إن الصوم إخضاع للجسد عشان أغذي الروح، يبقى ده معناها إن الله سيظهر في حياتي أكتر في فترة الصوم. يعني كل المعوقات اللي بتعوقني على إن أنا أحس إن أنا ربنا هو مركز حياتي لازم أهتم إن أنا أتخلص منها في الفترة دي، وأحس إن الصوم هو فترة كل يوم فيه بيقربني لربنا. أما ابتدي الصوم بتاعي عايز ابتدي احط قدامي هدف روحي، والهدف الروحي هعمله من خلال تدريب. التدريب الروحية فيها نوعين. قبل ما اقول ايه النوعين عايز اقول هو ايه تدريب. لو انت عندك واحد ما بيعرفش يتكلم مش بتقعد تعلمه الكلام تقول له ويعيد وراك كده لغاية ما يتعلم يتكلم، او واحد ما بيعرفش يمشي مش بتمسكه وتقول له خطوة خطوة لغاية ما يعرف يمشي. أهو روحك في العالم اكتسبت حاجات سيئة ومطلوب منها أنها تكتسب حاجات كويسة، فتبتدي أنت تهيئ المناخ لروحك أنها تكتسب أو تتخلص من هذه الأشياء. يبقى التدريب الروحي هو عبارة عن زي حاجة أنا بتبعها بتبعها من أجل أن أنا أدرب نفسي على يا إما حاجة سلبية، تدريب سلبي بنسميه، أو تدريب إيجابي. التدريب السلبي هو تدريب ترك الخطايا، وده ان انا عايز ابطل حاجه. فالسلبيه هنا جايه من مفهوم الامتناع. فنبتدي ازاي؟ الكتاب المقدس بيقول لا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه. مهما كان احنا كاباء عندنا قدره وبصيره واستناره وكده، لكن في ناس بتعرف تمثل كويس،
والإنسان لما يقعد مع نفسه بيقدر يعرف حقيقة نفسه. هل أنا بغضب؟ هل أنا متكبر؟ هل أنا أناني؟ هل أنا شهواني؟ هل أنا محب للمال؟ هل أنا إنسان مثير للخصومات؟ هل أنا إنسان مثير للشجار؟ يعني حاجات كتيرة جدا، لأن خلي بالكو الخطية بتتسرب لحياتنا لغاية ما تتملك عليها. يعني الشيطان ما بيقولش الواحد أنت خليك متكبر، عمر الشيطان ما يقول لواحد كده، بس الشيطان يقول لواحد إيه؟ أنت أحسن واحد، أنت الناس كلها لازم تشاور عليك وتفهم قيمتك، وبعدين انت طبعا تصدقه. مين ما حبش يسمع كلام حلو على نفسه؟ يقوم الانسان يتضرب بضربه الايه، الكبرياء، وهكذا. فالنوع الاولاني من التدريب هو التدريب اللي زي ما بقول لكم، التدريب التخلص من الخطايا، ودي تدريب مهمه جدا، لان الحقيقه لا يستطيع احد ان يبني ايجابيات على سلبيات. يعني انا مش ممكن يبقى عندي مثلا عندي الانانيه وحب الذات وبعدين أقول أنا هاخد في الصيام الكبير السنة دي تدريب العطاء. ده أنت أناني، يعني أي حاجة عايزها تاخدها تشاور لنفسك، يبقى إزاي أنت عندك عطاء؟ ما ينفعش، لازم الأول تتخلص من الأنانية. فالجزء الأولاني إن أنا عايز أقعد مع نفسي وأشوف إيه هي خطاياي المتكررة في اعترافاتي، إيه هي الحاجة اللي أنا بأعاني منها، إيه الحاجة اللي بتبوظ علاقتي بربنا، إيه الحاجة اللي بتبوظ علاقتي بالناس. الحاجة دي أنا لازم أحطها قدام عيني، ودي الأباء يسموها الخطية المحببة، اللي هي الإنسان بيقع بيتكعبل فيها بسرعة. الخطية دي أنت تحطها قدامك وتبتدي تقول إن الخطية دي لازم أتخلص منها. يعني هقول لكم حاجات بسيطة جدا، يعني أنا مش بتكلم هنا عن قتل وسرقة وزنا، أنا بتكلم مثلا ممكن في وسط الهيصة في العالم نكون مثلا وقعنا في خطية زي خطية النميمة. خطية النميمة، ناس بتتكلم في التليفون وبعدين تيجي سيرة فلانة وسيرة علان، وبقت حاجة عادية جدا، وخلاص بقى في كورس كل يوم ساعة ولا ساعتين في التليفون. الناس مثلا مزنوقة في الترافيك، البلوتوث ده الله ينور حلو خالص، أو هو على التليفون في البيت ويقعدوا بقى إيه تك 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 ويكلموا، وطبعا الكلام ما بيعلمش ويحسوش ان هم عملوا حاجه. اجي اقول لا، ده انا عايز اخد نص الوقت اللي بقضيه في النميمه ده احطه في الصلاه، نصه بس. ده سلام، ده انت تنتهي في الصيام الكبير بجنحه لو انت قدرت تعمل كده. لكن تكون عملي، لازم. يعني يوحنا الحبيب بيقول ايه؟ ان قلنا ان احنا بلا خطيه نعمل ايه؟ بنكذب على ربنا وعلى انفسنا، نضل انفسنا، لأن مفيش حد بلا خطية. في واحد ممكن تكون خطيته عدم المحبة، أنا مش قادر أحب حد، أو أنا ما بحبش غير نفسي، أو أن أنا أي حاجة. واحد مثلا بيشرب سجاير، واحد بيشرب شيشة، واحد ما أعرفش، واحدة مثلا غاوية تشتري، عندها الويندو شوبينج هابت دي، تنزل تتفرج وتشتري حاجات ملهاش لازمة، وتكوم تكوم تكوم. أي خطية، أي حاجة. وخليك مدقق مع نفسك، يعني زي ما بقول لكم الشيطان يقول لك يا باسم الصليب عليك، لا بتقتل ولا بتزني ولا بتسرق، هو الوصايا الثلاثه دول بس اللي في الكتاب ده؟ بيقول من قال لاخيه احمق يستحق نار جهنم. طب انت اخواتك علاقتك بيهم ايه؟ ظروفك انت مع بيتك ايه؟ حياتك شكلها ايه؟ يبقى اول حاجه ان انا اشوف ايه الخطيه السلبيه اللي في حياتي، واحط في قلبي ان انا مش هطلع من الصيام الكبير السنة دي وأنا كما لقوم عادة. الحقيقة أخواتي الشيطان ما يهموش أنك تأكل عدس ولا تأكل فول ببيض، لكن الشيطان يهمه أن أنت تكره أخوك. الشيطان يهمه أن أنت قلبك يبقى أسود، لأن لا شركة للنور مع الظلمة، وربنا قال لك يا ابني أعطني قلبك. لكن مش معنى كده كل بيض وصالح أخوك، لا، لأنك لو كلت بيض مش هتعرف تصالح أخوك، لأنك هيتصاب بالتخمة وهتحب نفسك أكتر. يبقى الصح أن أنت تصوم، لكن فيما تصوم لا تقف عند حد الطعام، ولكن تقف كمان عند قانون توبة وعند تدريب أن أنت تترك حاجة تكون مسيطرة عليك. يعني أديكوا تدريب بسيط جدا، وما افتكرش حد فيكم بيسميه خطية.
احنا بنتفرج على التلفزيون كم ساعة في اليوم؟ اللي بيتفرجوا يعني الناس اللي قاعدة في البيت، هل ممكن تتخيلوا ان ممكن تكون في ناس التلفزيون ما بيطفيش في بيتها، شغال طول النهار كده، طول الليل كده؟ طب وبعدين ده فين بقى سبحتك على احكام عدلك؟ ده هنحطها فين مع ده؟ مفيش برنامج اسمه سبحتك على احكام عدلك. تقول لي انا ابونا لو اتفرج على اغابي وسي تي في ولوجوس، اقول لك كويس، بس انت قاعد بتتفرج على المسرح، امتى انت هتنزل؟ انت امتى هتكلم ربنا؟ يعني انت مش هتقضيها وعظ طول عمرك، انت محتاج ان انت ايه يعني، مفيش واحد بيخش الفريق يقول لك انا طول عمري هبقى في التدريب، لا، محتاج ان انت كمان ايه تبتدي تشتغل. وانت بتحط قدامك الحته ديت لازم يكون في صلاح حره من قلبك، لان انت مش هتقدر تترك الخطيه بقوتك، هتتركها بنعمه ربنا. يبقى لازم تكون في صلاه. احنا دايما في الصوم الكبير نصلي جناينا وارحمنا والحاجات دي، ليه؟ وانت بتقول جناينا مش بقى بتظبط بقى وتنغم وتلحن، ده انت بتقول له يا رب ارحمني من الخطيه الفلانيه، وارحمني من الحاجه العلانيه، وساعدني يا رب ان انا اتغلب على نفسي. وانت جواك في سرك كده تنسكب امام ايه الله، وتقول له يا رب انا معترف اني ضعيف ومحتاج ان انا اتوب في هذا الصوم. ايه رايكم في خطيه زي خطيه النرفزه؟ ايه رايكم في خطيه زي خطيه النرفزه؟ في حد بيقف كتير قدامها ولا يقول لك اصل انا حامي قوي يا ابونا انا شديد؟ مفيش حاجه اسمها كده. غضب الانسان لا يصنع ايه بر الله. ده ربنا تحدانا لما قال لنا اغضبوا ولا ايه تخطئوا. طب وريني بقى اغضب ولا تخطئ، دي تجيب توصل لها ازاي؟ دي قامة روحية عالية جدا. لكن كتير من اللي بيغضبوا بيعملوا ايه؟ بيخطئوا، يقولوا كلام غلط، يهينوا الناس، يعني انتوا عارفين الباقي. دي كلها تدريب، نقول انها تدريب ايه للتخلص من خطايا، تدريب السلبية اللي انا عايز ايه، تدريب المنع. كل ده احنا لسه عاملين زي واحد اشترى حتة ارض وبيفحت، لقى فيها ويدز ولقى فيها مش عارف حديد ومواسير بتاع، عمال ايه ينظف، لكن الى هذا لم يتم الايه البناء. احنا عايزين نبتدي نبني، عايزين نبتدي نبني، عايزين نبتدي نقتني فضائل. من الحاجات الجميله اللي ممكن تعملها وتبقى ملحوظه ومحسوسه بالنسبه لك هو انك تتدرب على حفظ بعض مزامير. يعني حط قدامك مثلا مزمور، خد يعني كل اسبوع في الصوم احفظ مزمور من مزامير السواعي. يعني تقول مثلا ايه، انا حاجي في الاسبوع الاولاني احفظ مزمور الساعه مثلا إيه، مزمور في باكر، طوبى للانسان الذي ايه لم يسلك. اجي في الاسبوع الثاني هقول مثلا هحفظ ايه، مزمور من مزامير الساعه الثالثه، يستجيب لك الرب في شدتك. حاجي في الاسبوع الثالث هحفظ مزمور من مزامير الساعه السادسه، اول مزمور من الساعه السادسه بيقول ايه، اللهم ايه باسمك خلصني. حاجه في الاسبوع الرابع احفظ مزمور من مزامير الساعه التاسعه، سبحوا ايه الرب. وبعدين الاسبوع لغايه ما تخلص تلاقي نفسك طالع من الصوم حافظ مزمور من كل ايه صلوه. تيجي انت بتشتغل وتلاقي نفسك وقت الساعه الثالثه يستجيب لك الرب في شدتك ينصرك اسمي في قلبك كده، مش واقف يعني وعامل سيتنج بتاع صلاه، لكن تلاقي قلبك على طول ايه في ناموسه يلهج نهارا وايه ليلا. أطلع من الصوم أقدر أخش على عتبة الآية اللي بتقول أما أنا فإيه فصلاة. تقعد في وسط ناس بتتكلم في مواضيع هتدخلك في نميمة، تقول سبحوا الرب يا جميع الأمور تبارك كافة الشعوب، يا رب حط في لساننا لسان التسبيح، وتصلي مع نفسك جواك وتصلي لهم وما تدينهمش. تقولش يا سلام أنا الطوباوي المكرم اللي في وسطهم وهم خطاه مشغولين بالعالم، لا، لكن أنت تبقى طاقة من روحانية سماوية مفتوحة في وسط هذا الايه المكان، وتلاقي بركة ربنا تحل عليك وبركتك تحل على المكان. وشوف بقى لك بركة يا اخي، ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان انت بتبني نفسك بناء ايه روحي. يبقى اول تدريب ايجابي بناخد حفظ المزامير اللي هي بتخلينا نعيش سواعي اليوم. ممكن بعد كده اللي حفظ المزامير، انا عارف فيكم ناس حافظه مزامير، يقول لك انا هحفظ الاناجيل. كنا ابتدينا مع الولاد نحفظ الاناجيل، تبص تلاقي يحفظ اناجيل السواعي،
في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، وتلاقي نفسك إن كلمة ربنا في إيه؟ في فمك وفي عقلك وفي إيه؟ وفي قلبك. لو أنا حفظت المزامير والسواء والأناجيل أخش على الصلاة السرية، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعني، أشكرك يا رب يسوع المسيح، ويبقى لساني مشغول وعقلي مشغول بربنا. نوع تاني من التدريب، كل دي تحت بند الصلاة، اللي هي القراءات الروحية. أعرف كتير من الناس الحلوين يقول لي يا ابونا أنا مثلا في الصيام الكبير ده أنا حدرس الموضوع الفلاني، يجمع المراجع بتاعته، يعني مثلا إيه، أنا حدرس إنجيل يوحنا السنة دي، أنا في الصوم الكبير حدرس إنجيل يوحنا مع نفسي كده، يجيب يوحنا تفسير يوحنا لكرولوس الكبير، أبونا تدرس لكذا حد، ويقعد يحطهم ويقعد إيه يقرأ حاجة كده، بيرسونال هوم وورك، كأنه هو إيه بيجي يحضر درس الكتاب ويعمل كل ده، بس بيدي لنفسه جرعة إيه زيادة، جرعة زيادة. كمان ممكن في فترة الصوم نتدرب لو إحنا عندنا التالنت ده على الألحان، يعني أحياناً بيبقى في فرصة أنت لما بتحضر مثلاً ألحان أسبوع الألام أو ألحان حتى الصوم الكبير وبتكون أن أنت حافظها، بتقدر أن أنت تشترك، غير لما تبقى واقف ما أنتش فاهم بيقولوا إيه، دي فرصة كمان أن أنت تتدرب عليها. في تدريب تانية أخواتي اسمها تدريب المعاملات، يعني مثلا ايه، واحد يقول لك انا السنه دي هياخد تدريب اللطف، واحد يكون كلامه كده ايه عامل زي التين الشوكي بتاع زمان، يعني تمسكه كده ايه يشوكك، في ناس كده تقرب منها تتشوك، يقول لا انا هاخد السنه دي تدريب اللطف، ان انا يبقى كلامي كلام ايه، كلام لطيف، كلام كده فيه نعمه، ويبتدي يخلي باله من كلامه، والناس تحس تقول فلان ده ايه ده، ايه اللي حصل، يبقى أنا السنة دي كسبت. والتدريب الناجح هو اللي يحول التدريب من مجرد تدريب خارجي لعادة، يعني الأول كان مثلا يبقى طاف في البرسن ده، بعد كده بقى كايند ولطيف وتلاقيه يستي كده ما يتغيرش، مش بعد الصيام يقولك ايه رجعنا. ممكن تاخد تدريب زي تدريب طول الأناة، احنا عايشين حياة سريعة يا اخواتي، وكل حاجة يعني to the point ده ما بيقوله، ممكن تتعود ان انت مش كل الناس كده، احيانا بتعمل مع ناس كبار تلاقي نفسك مثلا بيكلمك نص ساعة في موضوعه ممكن يقولك في 5 دقايق، فيبقى عندنا نوع من ايه طول الأناة، ان احنا محتملين بعضنا بعضا في الايه في المحبة. ايه رأيكم ان احنا ناخد تدريب احتمال ضعفات الآخرين؟ يعني حسميها عايزين ناخد مثلا السنة دي أتكلم مع الآباء وناخد تدريب للكنيسة كلها، حسميها This year we are a complaint free church. يعني إيه complaint free church؟ يعني إيه لو واحد قرص واحد قرصة كده، ولا اداله كتف كده، ولا ضايقه كده، ما حدش يشتكي من التاني، مسامحين بعضنا إيه بعضا، لا ده هو ما يقصدش، لا ده هو مش واخد باله، لا ده هي ما تقصدش، ويبقى فيه نوع كده من إيه الصفاء، نوع من البساطة، نوع من أن أنا عايز أحس أن أنا زي ربنا قلبي إيه واسع. في تدريب غير المعاملات، تدريب بتخش في عمل الإنسان الداخلي، زي مثلا نقاوة القلب، ده تدريب متقدم، يعني ما أقدرش أن أنا أدي لواحد يكون بيغضب أو أناني أو كده. نقاوة القلب دي معناها إيه؟ أن أنت قدام الناس واخد 10/10، وقدام أبونا وبتكشف نفسك يمكن تكون واخد 9/10، لكن قدام ربنا أنت في إيه الهفوات دي، أنت بتحس إن لسه في حاجات أنت محتاجت إيه تشتغل عليها. نقاوة القلب دي مستوى عالي، قلبا نقيا اخلق فيا يا إيه يا الله، فده عمل إيه إلهي. السلام الداخلي، مين فينا مش محتاج للسلام الداخلي كتدريب يتدرب عليه؟ بس السلام الداخلي ما اقدرش اوصل له بدون ما اكون عديت على تدريب عدم الغضب، ما اكون عديت على تدريب التسامح، ما اكون عديت على تدريب ايه طول الأناة. يعني التدريب دي عامله زي عماره، ما اقدرش اطلع للسطوح من غير ما اكون مريت بالايه بالادوار اللي تحت. انا اركز على 3 حاجات اختم بيهم،
يا ريت ان احنا نحطهم قدامنا. اول حاجة التوبة، والكنيسة بتاخدنا في رحلة عميقة جدا للتوبة، والتوبة تغيير اتجاه، اغير العادات بتاعتي بدءا بالابن الضال، السامرية، المولود اعمى، المخلع، كل دولت. الحاجة التانية ان انا مش هقدر اعمل اي تدريب روحي ايجابي في الصوم ان لم ادخل من باب الهدوء. باب الايه؟ الهدوء، ان الانسان يهدأ. الانسان في الحياة دلوقتي بقى سريع، رتم الحياة بقى سريع جدا، وبقى انت بتبقى مشغول في حاجات كتيرة جدا. ازاي تقدر تبقى مشغول بس تبقى هادي؟ ازاي ان انت ممكن تبقى انجيجد في جوبس كتيرة جدا بس ستيل انت تبقى kind of calm and quiet؟ محتاجة ايه؟ شغل، لان الحياة بالطريقة دي بتبعدك عن العمق الروحي. الحاجة الاخيرة هي تدريب العطاء. العطاء برضو في عطاء سلبي وعطاء ايجابي. العطاء السلبي ان انا I will give up my يعني my best food. I'll give up، يعني مثلا بحب البيض، الشوكولاتة، اللحمة، الجبنة، مش عارف ايه، انا هسيب كل الحاجات دي، هنفصل عنها، وبعد كده نبتدي ندي العطاء المادي، وبعد كده نبتدي ندي العطاء الزمني اللي هو من وقتنا، وبعد كده نتطور في العطاء ونقول مع بولس الرسول نرضى لا أن نعطيكم إنجيل المسيح فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين لدينا. دي قمة العطاء، إن الإنسان مش بيدي بس عطاء مادي، ده بيديك إيه؟ حياته. ربنا يديكوا نعمة في الصوم دوت، وأرجوكوا مش عايزين زي ما دخلنا زي ما خرجنا، عايزين ندخل الصوم وإحنا عندنا بلان، عارفين إحنا عايزين نعمل إيه. إذا كانت في خطايا نتخلص منها، إذا كان في مجال لفضائل إن إحنا نقتنيها، ربنا يحافظ عليكم ويبارككم، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.